يسعى السوري بعد وصوله لألمانيا لأن يعيش حياة طبيعية بعيداً عن ذكريات الحرب ورحلة البحر والبر التي خاضها ليصل إلى الاستقرار والأمان. ما يلبث اللاجئ السوري أن يستقر في البلد المضيف حتى يتسلل الشوق إلى قلبه ويحرك هذا الاستقرار من جديد، ويغوص مرة أخرى في محاولات ومعاملات للم شمل أسرته، أطفاله وزوجته، والأب والأم الذين لا يأمن عليهما في بلاد فر هو منها هارباً. ضمن هذه الحالة المعقدة التي يعيشها اللاجئ، وبعد انتهاء عيد الفطر الذي حرمت آلاف العائلات السورية في ألمانيا من الالتقاء سوية فيه بسبب إيقاف معاملات لم الشمل، أقر البرلمان الألماني بالسماح للاجئين الحاصلين على الإقامة المؤقتة باستخدام عائلاتهم اعتباراً من بداية شهر آب المقبل. وفق هذا القانون يسمح بدخول 1000 شخص إلى ألمانيا شهرياً، منهم أزواج وأطفال اللاجئين السوريين القصر. ويأتي هذا القرار بعد أن عطلت ألمانيا لم شمل أكثر من 67% من طلبات لم الشمل لأسباب إدارية منذ عام 2016. في اليونان وتركيا ولبنان وحتى داخل سوريا، آلاف الأسر في حالة انتظار وترقب، لا تستطيع العيش بشكل طبيعي، وآمالها معلقة بالموافقة على لم شملها لتبدأ حياتها من جديد.